Okay, good morning, good afternoon, good evening, everyone. Thank you very much for joining. This is صباح الخير للجميع الجلسة الثامنة. أرجو منكم أن تعرفوا عن أنفسكم في غرفة الدردشة. يمكنكم أن تطبعوا الاسم والمنظمة في غرفة الدردشة. يمكنكم أيضا أن تضغطوا على الكرة الأرضية في أسفل الشاشة وتختاروا اللغة التي تريدونها إذا أردتم الترجمة. ويمكنكم أن تروا التسجيل المكتوب المباشر. إذا احتجتم إلى النسخة المكتوبة في هذه الجلسة سنحاول إجراء نقاش حيوي. هلا ننتقل إلى الصورة التالية. إذن في الجلسة هذه سيكون لدينا عدد من المتحدثين. اسمي تشيزري إيواتا وأنا مديرة في ألاينس وأنا أعمل مستشارة أيضا. كارن دول ستكون موجودة هي في الصليب الأحمر الألماني. دانا كوماري أود وهي من الصليب الأحمر في الدنمارك. أولا سنحاول أن نشاط هذا اختبار صغير. اضغطوا على المنتيميتر. هل تشاركونها أيضا؟ إذن اضغطوا على هذا الزر. السؤال الأول: معلومات حول الأزمة أزمة المناخ، كم شخص قد يصبح في حالة فقر شديدة مع حلول عام 2030 نتيجة للتغير المناخي؟ الخيارات 58 مليون شخص أو 132 شخص أو 1.5 مليار شخص. نرى الإجابات. It's a good guess. إذن we may wait a few. محاولة جيدة. ننتظر بضعة ثواني إضافية. Okay, 1.5 billion people. Okay. So the answer is 5 مليار شخص. إذن الإجابة هي 132 شخص. محاولة جيدة. ومن ثم السؤال التالي: كم طفل يعيشون في دول فيها مخاطر شديدة وفقا ل معدل المخاطر للتغير المناخي وفق اليونيسف، مؤشر التغير الخطر المناخي عفوا. 100 مليون أو 10 مليون. لم يختار أحد مليار. هل هناك أي محاولة أخرى؟ الإجابة هي الإجابة هي مليار شخص. Sorry, because nobody voted for it. It's not showing. It would be. لم يصوت أحد لهذا السبب. لم نرى. فقط تم تسليط الضوء على الإجابات التي قدمت.
August. It's actually 1 billion. لأن هذا يفوق التوقعات. مليار طفل يعيشون في مخاطر في دول فيها مخاطر. تقريبا نصف أطفال العالم. السؤال الذي بعده. السؤال التالي. هل اتخذت منظماتكم أي إجراءات على صعيد المخاطر المتعلقة بالمناخ وحماية الأطفال؟ الإجابات نعم، كلا، أم غير متأكد. ليس هناك من إجابات صحيحة أو خاطئة. إذا اتخذت المنظمة التي تنتمون إليها أي إجراءات على صعيد مخاطر التغير المناخي أو حماية الأطفال؟ خمس إجابات لنعم، واحد كلا، واحد غير متأكد. جيد أن الناس بدأوا. بهذه الجلسة نحن نحاول أن نستعرض ونقدم بعض المشاريع كي نتعلم من هذه الجلسة. السؤال التالي. ما الذي تعتبرون بأنه إجراء متوقع؟ لا أعرف أبداً أم أعرف جيداً عن الإجراءات المتوقعة. هو بالنصف تقريبا 3.3 تقريبا بالنصف، يميل بعض الشيء نحو معرفة جيدة. سنتحدث عن ذلك في الجلسة. والسؤال الأخير، ما الذي تأملون بأن تتعلموه من هذه الجلسة؟ نريد أن نعرف توقعاتكم. ثانيتين فقط. Here it comes. Sure. Yes, great. So this is the last question. So please type anything. إذن اكتبوا أي شيء. السؤال، ما الذي تريدون أن تتعلموه من هذه الجلسة؟ يمكنكم أن تطبعوا، تكتبوا. No expectations. Okay, it's coming. لا توقعات. أن تتعلموا عن الإجراءات المتوقعة. Anything else? أي شيء آخر؟ Great. Okay. Including more on anticipatory action. ضم المزيد من الإجراءات المتوقعة في التخطيط لحالات الطوارئ التنظيمية، تحديد حالات معينة. أريد أن أتعلم على الإجراءات المتوقعة. شكرا جزيلا على الإجابات. خلال العروض يمكننا ربما أن نتطرق إلى المواضيع. I think it's moving forward, but it's great. Thank you very much for sharing your. شكرا على مشاركة الإجابات هنا. كمقدمة كنت أحاول أن أتشارك بعض الصور كي أشرح أسباب لماذا نركز على الأزمة المناخية والإجراءات المتوقعة. بالتأكيد الجميع يعرف بأن هناك مشكلة تتعلق بالمناخ. البعض قد يعتبر بأن المشكلة بعيدة وقد تحصل في المستقبل، ولكن كما ذكرنا في الاختبار
حوالي 132 مليار شخص قد يعيشون في حالة فقر شديدة نتيجة للتغير المناخي، وهذا فقط نحن بعيدين فقط 8 أعوام عن ذلك. وكما ذكرت سابقا، مليار طفل يعيشون في دول ذات مخاطر عالية. وفقا لمؤشر اليونيسف، نتحدث عن نصف عديد الأطفال في العالم، وطفل واحد على الأقل معرض للتداعيات السلبية للتغير المناخي. وبحسب مؤشر خطر التغير المناخي، 29 من أصل 33 من الدول ذات الخطر مخاطر العالية هي فيها أوضاع هشة، وهناك حالة تشرد كبير في عدد من الدول. والدول في اللون البنفسجي الداكن، كما تعرفون الحالات الهشة هي حالات صعبة. إذن هذه الصورة تبين كيف أن التغير المناخي قد يؤثر على حياة الأطفال. هو يسبب بالهجرة والتشرد، ويضع الناس في خطر التعرض للاستغلال والإساءة. والأزمة المناخية هي أزمة مرتبطة بحماية الأطفال، وكما تعرفون المجموعة الأكثر عرضة من الأطفال هم من يعيشون في الأماكن الهشة. بالتالي يجب أن نتحرك على الفور، ولكن السؤال كيف يجب أن نتحرك؟ الصورة التالية، كما قد تعرفون ألايانس وضعت استراتيجية، ولدينا 4 أولويات كما يتبين هنا. بالإضافة إلى هذه الأولويات، سلطنا الضوء على الأزمة، أزمة المناخية وأزمات أخرى مثل العدالة المناخية. يمكنكم أن تطلعوا على المزيد من التفاصيل في الوثيقة، ولكن نحاول أن نسلط الضوء على مسائل أساسية. إذن ما الذي تعنيه الأزمة المناخية بالنسبة لحماية الأطفال ومستقبل العمل الإنساني؟ كيف يجب أن يتغير التدخل لصالح الأطفال كي نرد ونستجيب للكوارث المتصلة بالمناخ؟ وكيف يمكن أن نهيئ قطاع حماية الأطفال لهذا التغيير؟ كيف يمكن أن يساهم ذلك ببناء مجتمعات أكثر مرونة من أجل دعم الإجراءات لتحقيق العدالة المناخية؟ لا نزال في بداية في هذا النقاش، ولكن سنحاول اليوم أن نتعلم من تجارب رائعة، نتعلم من الزملاء في الصليب الأحمر حول تنفيذ مشروع للإجراءات، وكيف يمكن لذلك أن يحمي الأطفال من الكوارث المتصلة بالمناخ. الصورة التالية، الآن سنعرف عن كارين دال، مديرة تقنية للإجراءات الانضباط والتأديبية في الصليب الأحمر الألماني. تفضلي كارين. شكرا جزيلا على هذه الفرصة. سأتحدث معكم عن الآلية التمويل للهلال الأحمر والصليب الأحمر في ألمانيا. ما هي المرحلة التي وصلنا إليها في موضوع دمج حماية الأطفال؟ الصورة التالية، إذن ما الذي نعنيه عندما نتحدث عن التمويل، تمويل المشاريع المتوقعة؟ هذا ما نعتمده نحن في منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، توقع الكوارث، ومع هذا التوقع نحمي الحياة وسلامة الناس. هناك 3 مكونات أساسية لهذا التمويل. المكون الأساسي الأول هو الدافع، أي نحن نحاول أن نحصل على معلومات
تتعلق بالتوقعات والمخاطر. أي نريد أن نعرف تداعيات الطقس. الهدف هو أن نفهم في أي مرحلة نريد أن نتحرك. إذن متى تبدأ الأزمة الإنسانية ونحن نريد أن نتصرف بشكل مسبق؟ ولهذا نريد أن نطبق المعلومات، مثلا كم الأمطار أو سرعة الرياح مع معلومات الخطر، مثلا معلومات الخطر على الناس وسرعة الرياح ب 120 كيلومتر بالساعة، كيف سيؤثر ذلك على المجتمع الذي سيكون تحت الخطر؟ إذن أن نحدد هذا السقف في أي مرحلة يجب أن نتحرك بشكل مسبق. والمكون الثاني الأساس الإجراءات، 5 أيام بين الحدث المتوقع. إذن هذه الأعمال الاستباقية المبكرة، هذا يعني نقوم بتعزيز البيوت لكي تكون مقاومة للرياح. هذه هي بعض الأفعال التي تقلل من تأثير الرياح أو الأزمة. الآلية التمويل، هناك أيضا تقنية أو تخصيص أوتوماتيكي للأموال عندما تحدث الأزمة، فهذه للمجتمع المحلي لكي يقرر كيف يمكن تنفيذ هذه التخصيص في الأعمال الاستباقية أو المبكرة. آلية الأعمال والبروتوكول هو كيف يمكن أن تقوم بهذه الأعمال، هذه النقاشات عندما نقوم بالاستجابة. لأن معظم الأفعال يتم الموافقة عليها مسبقاً، ولكن هي متى نقوم بهذه الأفعال. ماذا نقوم بهذه الأفعال الاستباقية؟ انظر إلى هذه الصورة هنا. إذن بعد ذلك تخفيف الكارثة، مخاطر الكارثة، وهي تحليل المخاطر لكي نأخذ بعين الاعتبار المناطق الخطيرة لكي نخفف من مخاطر الأزمات ومخاطر الكوارث. وبعد ذلك هناك الأفعال الاستباقية. إذن هذه الأفعال الاستباقية هي تقع ما بين الاستجابة وبين تخفيف مخاطر الكوارث. وإذن هذه المعلومات يمكن استخدامها لكي نقوم باستجابة أكبر وأحسن. وبعد ذلك لدينا الاستجابة. طبعاً إن الأعمال الاستباقية هي الأعمال التي يجب تحضيرها، وهي فقط يتم تنفيذنا إذا كان هناك أي مشاكل أو أي كارثة. كيف الخطوات التنفيذ، أين نبدأ إلى لتفعيل هذه الأعمال؟
ما نقوم به هو أولا في هذا البروتوكول هو ما هي المخاطر، تقييم المخاطر، كيف يمكن أن يتأثر العالم، وما هي المخاطر التي سيتأثر بها، والكوارث التي قد تحدث، والتأثير الذي يجب أن نستجيب له. هل الأمواج مثلا الباردة من البرو مثلا، هذا من أحد الأمثلة، وما هو التأثير على 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 الأنديز، وعلى كيف يمكن أن يتأثروا الناس، وما هو ما يمكن القيام به؟ إذن تقييم المخاطر، من هو المعرض للخطر، وكيف يمكن إنقاذ هذا الخطر الآثم. طبعا التقني هنا موضوع ننظر إلى الأحوال الطقس على الصعيد المحلي الوطني وأيضا العالمي. هذه التوقعات تعطينا بعض المعلومات حول ماذا سيحدث. إذن هذه التوقعات يجب أن تكون من التوقعات التي يعتمد عليها. وعندما يكون لدينا تلك التوقعات، سوف ننظر إلى كيف يمكن مثلاً، هل هذه التوقعات لخمسة أيام أو لثلاثة أيام؟ إذن كم من الوقت لدينا لكي نقوم بهذه الأعمال الاستباقية؟ وما وهذا الدمج بين تقييم المخاطر وتحديد التوقعات هو يعطينا تعريف مستويات التأثير. مثلا ما إذا هناك فرصة أن تحدث كارثة كل خمس سنوات، ما هي مستويات التأثير؟ وخاصة إذن ما هي مستويات التأثير؟ في السابق مثلا كيف هو التأثير، وما هو الوقت الذي نود أن نقوم بالعمل به قبل حدوثه؟ سوف نأخذ أو نقوم باختيار الأعمال الاستقباقية أو الأعمال المبكرة، وهي التي تقلل من التأثير، ونقوم نضعها في بروتوكول الأعمال المبكرة. نحن طبعا هناك الكثير يستلزم بهذا انخراط الكثير من الأطراف ذات الصلة، من التقنيين والفنيين. إذن في سياقات كثيرة ومختلفة، فإن الأعمال الاستباقية هي أعمال جديدة تأخذ جديدة في سياقات كثيرة. سوف لن أتحدث عن النقاط القادمة، ولكن سوف نحن هو إن هذا البروتوكول جديد، ومن أهم العناصر لهذا البروتوكول هو بعد التفعيل هل ماذا يمكن أن نتعلم منه وما يمكن أن نقوم به بشكل أفضل. الآن سوف أتحدث عن بعض الجوانب التي تكون إن الـ SPP هي تقنية، وهي عملية تقنية وفنية تم تطويرها. وفي السنة الماضية كانت هناك بعض طلاب الماجستير الذين نظروا كيف يمكن لنا أن ندمج هذه العناصر، ما نقوم به بالـ SPP مع هذه العناصر، وما هي المؤشرات التي يمكن أن نضع هذه الأمور مع بعضها البعض بشكل أفضل، وأيضاً انخراط المجتمع والمسؤولية. إذن هذه
كيف لنفهم كيف نضمن كل هذه العناصر مع بعضها البعض في الأعمال الاستباقية. هناك أولاً نرى موضوع دراسة القدرة وإذا كان ما هذا ممكن أو لا، وتنظر إلى تقييم المخاطر، ونتحدث عن بعض الأعمال المبكرة وإذا كانت هي مناسبة أم لا، واحتياجات الأطفال والاحتياجات الجندرية وغيرها. إذا نظرنا إلى المرحلتين لهذه الآلة، هناك أيضا تحليل جندري، وكل هذا يتم نقوم به بالعمل مع المجتمعات المحلية. وهنا نرى أن هناك مثل قنبلة حمراء في هذا الصورة، هو ما هناك موضوع الميزانية، الوقت، الاهتمام، الحافز وغيرها. أما الشريحة الأخيرة عن موضوع التطورات الحديثة والمصادر على الFBF وحماية الأطفال، نحن بدأنا لا كان لها جسر في السنة الماضية، كان لدينا جلسة في عام 2021 حول موضوع المساءلة والمحاسبة، والآن عملنا أكثر مضمن للدراسات وما قمنا به في السابق. فإذا كان عملنا ليس واضح، لقد وضعنا بعض الأعمال التي قمنا بها ولم تكن واضحة. ونحن أيضا نعمل على دليل FBA وخاصة بحماية الأطفال. شكرا جزيلا لاهتمامكم وسماعكم. شكرا كارن على هذه الاستعراض الرائع. و Karen, thanks so much. This is really, really fantastic, and you've watched. شكرا جزيلا لك. لقد كيف تحدثت كيف أن الأعمال الاستباقية وأين تقع في البروتوكول وكيف هي مفيدة. نحن في الهلال الأحمر وفي الصليب الأحمر نتحدث عن التضمين وعلى الدراسة الجندرية وغيرها، ونتحدث عن الحماية وحماية الأطفال. شكرا جزيلا. بعد ما قالته كارين، أظن أن هناك الكثير من الأسئلة، وبينما نقوم بطباعة أو بكتابة هذه الأسئلة قد يكون هناك بعض الأسئلة الخاصة بكارين. هل هناك أي أسئلة قد تكون موجودة لك؟ من أحد الأسئلة موضوع نطاق الأعمال الاستباقية، كيف تضمن من قام بها؟ أن الأعمال الاستباقية أصبحت شائعة بشكل كبير، أكثر من 30 دولة الآن تقوم بهذه العمليات، الأمم المتحدة مثلاً والمنظمات الدولية بدأت أكثر باستخدام هذه الطريقة، أكثر من 90 دولة أظن. إذن أصبحت لديها زخم كبير، وأصبحت تكبر وتكبر، وأصبحت أكثر شائعة، لأن هذا شيء رائع. فنحن نحتاج لأن نتفق على التمويل،
وإذا اتفقنا على التمويل لأنه من الصعب أن تحصل على التمويل قبل أن يحدث أي شيء لأن الكثير الآن فهي الآن فرصة جيدة بأن كثير من الدول تعتمد هذه الأعمال فعندما ننظر إلى الأرقام نرى بأنها صغيرة ولذلك نستطيع أن نأخذ وأن نضمن التمويل قبل حدوث الشيء من الآن كارن هل ممكن أن تتحدثينا كيف يمكن الDRR والأعمال الاستباقية تكون مع بعضها البعض طبعا DRR هو منهج متكامل طويل الأمد وهو يعمل على تخفيف المخاطر على مستويات مختلفة مثلا خطط لاستباقية أو حتى لا يكون هناك أيضا نظم احترازية أو للطوارئ مثلا عندما يكون هناك أي توقعات إذا كان هناك أي بروتوكول للأعمال المبكرة وإذا قمنا باعتماد هذا البروتوكول فإن الDRR هو مثلا إذا كان يعمل بطريقة رائعة إذن لا تحتاج إلى الأعمال الاحترازية ولكن إذا كان هناك أي طوارئ أو أي شيء أو مثلا إذا أخذت المعلومات للطقس وخاصة مثلا منذ 10 سنوات لم تكن موجودة ولكن الآن نرى أن هذه التوقعات موجودة ما هي التأثير الذي يمكن أن يحدثه هذه الكارثة الطبيعية وبهذا نستطيع أن نقوم بالاستجابة قبل حدوث العالم شكرا كارن إنه هذا شيء جيد ومثير للاهتمام أظن أن قد أظن أن DRR والأعمال الاستقبالية هي جزء من منظومة واحدة ويقومون بتكملة بعضهم البعض. السؤال الثاني كيف يمكن أو ما هي هل يتم تضمين حماية الأطفال في الأعمال الاستباقية؟ هل هذا يحدث بشكل متكرر؟ مثلاً أنتم في بلان إنترناشنال أو الأمم المتحدة أن يحاولون بعض الدراسات كيف يمكن أن نجلب موضوع حماية الأطفال في هذه الأعمال؟ هي موضوع كيف هي نعم هي يتم أخذها بعين الاعتبار إن ما ستأخذ بعين الاعتبار الأمراض الرئوية لدى الأطفال إذن هناك بعض الجوانب لحماية الأطفال هي موجودة ولكنها ليست واضحة بشكل كبير هناك مثلا إذا كان هناك دليل واضح أنها سوف تؤثر على الأطفال فقط أظن أننا لم نستطع أن نري بوضوح كيف أن هذه الأمور أن أمور حماية الأطفال متضمنة في هذه الأعمال فيجب علينا أن نسجل كل شيء نحن لم نقم بعمله لأننا كما نعلم بأن هذه الأعمال هي جديدة ومنهج جديد وفي هناك الكثير من الأمور التي لم نقم بها وبناء عليها قد نقوم بها في المستقبل
شكرا للتي للرابط التي وضعه على دارتشا للوكالات المختلفة والمرتبطة والمشتركة. إذن هناك بعض العمل الذي قمنا به ولكن يجب أن نظهره بشكل أوضح. وأيضا هناك بعض الأمور التي يمكن أن نعززها بشكل أكبر لكي يكون هناك وضوح في عملية حماية الأطفال. شكرا كارين. وكارين سوف تكون موجودة إذا كانت لتقوم بالإجابة على بعض الأسئلة الموجودة. الآن سوف ننتقل إلى غرف فرعية، وهذه في الغرف سنقوم بسؤالكم سؤالين. هي الفرص التي نريها حول موضوع حماية الأطفال فيما يخص بالأعمال الاستباقية عند حدوث الكوارث المناخية أو الأزمات الداخلية، وما هي التحديات التي يجب أن نتجاوزها وبعد ذلك. إذن سوف نذهب إلى الغرف الفرعية وسوف ليكون لديكم قدرة على هناك رابط للجامبورد وتستطيعون أن تضعوا فيها التعليقات. لديكم حوالي 13 أو 15 دقيقة لكي تقوموا بالإجابة. الآن سنذهب إلى الغرف الفرعية. Interpretations. إذا كانت هناك أي حاجة للترجمة الفورية رجاء دعوكم أو ابقوا معنا هنا في الغرفة الرئيسية. إذن سوف أوقف مشاركتي للشاشة. إذن لدينا الكثير من الناس معنا هنا في هذه الغرفة. شكرا جزيلا لكم. إذا من الممكن أن تقوموا بتشغيل الكاميرات إذا أردتم للتحدث. أنا قمت بتشغيل الكاميرا. قم بتشغيل الكاميرات لكي نراكم، نرى أين أنتم. شكرا جزيلا لكم. لدينا حوالي 10 دقائق أو 15 دقيقة سؤالي مناقشة السؤال الأول. ما هي الفرص التي نراها حول حماية الأطفال فيما يتعلق بالأعمال الاستباقية عند حدوث الكوارث الطبيعية، وما هي التحديات التي يجب أن نتجاوزها؟ إذن تستطيعون هنا الرابط موجود على الدرتشة للجامبورد إذا كنتم تريدون الإجابة. هل تريدون مشاركة شاشة الجامبورد؟ هل تستطيعون مشاهدة الآن الشاشة؟ هل هناك أي تعقيبات أو أي ملاحظات أو أي أسئلة؟ Maybe we can just start asking. I see many people here, but أرى أن هناك الكثير من من الناس هنا. نعم. Have any of you
conducted any project or any activities? هل قمتم بأي ممارسات أو أي برامج متعلقة بتغيير المناخ؟ هل تودون مشاركة خبراتكم أو تجاربكم بهذا الموضوع؟ وبهذا نستطيع أن Do you think of any kind of entry point or opportunities when you عندما تقومون بتنفيذ أي مشروع خاص بحماية الأطفال هل قمتم بتضمين تغير المناخ أو مخاطر تغير المناخ؟ عندما تقومون ببناء القدرات للعاملين في حماية الأطفال هل من الممكن أن نضع بعض العناصر الخاصة بتغير المناخ أو الكوارث الطبيعية أو أي أشياء تؤثر بها التغيرات المناخية؟ Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Sorry, I cannot put my video on because لا أستطيع أن أضع للأسف لا أستطيع تشغيل الكاميرا بسبب الاتصال. أنا أنا معتاد على القيام بذلك ولكن أذكر بأننا في الأعمال الاستباقية الذي قمنا فيها بالمؤسسة في كيف يمكن أن نمنع افتراق الأطفال عن أهاليهم خلال الكوارث الطبيعية. وأنا أظن بأن الأعمال الاستباقية يمكن أن نقوم ببعض الأعمال العملية التي يمكن أن نقوم به بالثلاث أو أربع أيام التي يمكن أن تكون مساحة لنا قبل حدوث الكثرة لكي نقوم بالوصول إلى الأطفال المستضعفين أو النساء المستضعفين أو من هم في خطر أو من هناك في المدارس أو هم في المستشفيات. شكراً. أظن أنها فكرة جيدة. إذن كيف هو نرفع التوعية ونشاطات لها إلى علاقة بكيفية أن نمنع افتراق الأطفال عن عوائلهم خلال الكوارث الطبيعية؟ ومن أظن أنها من الفكرة جيدة إذا قمنا بتضمين هذا في الأعمال الاستباقية مثلا هذا يكون جيد. قد بعض الكوارث الطبيعية قد تكون مثلا متوقعة مثلا مثل الجفاف مثلا وخاصة بالتقنيات الحالية نحن نعرف مثلا بالقرن الأفريقي من سنة أنه سوف يكون هناك جفاف أو الأعصار. أما بالنسبة للأعصار للعاصفات قد يكون من الصعب التوقع به ولكن إذن بحسب نوع الكارثة نستطيع أن نتوقع وأن نقوم بأي عمل بناء عليه. أعتقد أن هذه المساعي والتركيز على التوقعات
يمكن أن نطلع عليها على أحد المواقع ويمكن أن نستفيد من هذه المواقع كي نتأكد من وجود ما يكفي من الوقت لتنفيذ الإجراءات الموضوع مسبقاً. أنا أعرف أنا موجودة في بلد معرض للكوارث وفي اجتماع في عام 2016 بحثنا موضوع آلاف الناس خسروا حياتهم أو قتلوا في كوبا نفس الحالة لم يؤدي إلى حالات وفاة. لماذا؟ لأنه تم وضع إجراءات وتوقعوا التداعيات التي قد تحصل بوقت مسبق. شكرا على ذلك، نقاط مهمة جدا. آسفة لأن كلامي لم يكن واضح أو دقيق، أردت أن أتشارك. أنت محقة، يمكننا أن نتوقع وأن نتحرك مسبقا. هل هناك أي شخص آخر يريد أن يشارك؟ يمكنكم أن تضعوا ذلك أيضا في الغرفة أو في قسم الدردشة. هل يريد أحد أن يتشارك الإجابات؟ مريم تفضلي. الحكومة أو في الكونغو الديمقراطية وعلى الصعيد الحكومي لدينا الكارثة الطبيعية البركان. هذه الكارثة لم تكن متوقعة والمجتمع تفاجأ، والكثير من الأحيان الأطفال دفعوا الثمن لأنهم لا يفهموا الموضوع. بالتالي أتفق مع ضرورة رفع الوعي للأطفال كي يعرفوا الكوارث المحتملة، ولكن أيضا كي يشاركوا في مجال المناصرة مع الحكومات، وذلك كي يعرفوا ما هي الأماكن الأكثر خطورة، وأن يوفروا للموظفين المواد والسبل التي تساعد الناس على توقع حدوث الكوارث، لأن المجتمع هو الذي أو السكان هم الذين يدفعون الثمن. شكرا مريم، أعتقد أن هذه نقطة مهمة. تشاركت موضوع انفجار البركان في الكونغو الديمقراطية، لم يكن استعداد، لم تضع الإجراءات مسبقا، وكما ذكر سابقا هذه الإجراءات الموضوعة مسبقا تأتي في نفس الإطار، ونحن أعتقد أننا سنتحرك عندما ندرك بأن الخطر موجود، ولكن يجب أن نستعد مسبقا، نهيئ الإجراءات المسبقة، يجب أن نضع خطة طوارئ، ويجب أيضا وضع خطة تواصل حول التوقيت الاستفادة من الإجراءات الاستباقية وتوجيه الرسالة، ومن أجل ذلك يجب أن نشرك الحكومة. إلينيا، تريدين أن تقول شيء؟ مرحبا، أنا أعيش في الأكوادور، وهنا لدينا الكثير من المخاطر، الهزات الأرضية والفيضانات، الكثير من المخاطر، ولا يمكن أن نمنع حدوث الكثير منها من خلال الإجراءات الاستباقية أو الإجراءات المتوقعة. وبالتالي من المهم لنا في مناطقنا على الأقل أن
يكون لدينا آلية واضحة وتنسيق فيما بين اللاعبين المختلفين، وذلك بهدف الرد السريع على كل هذه الكوارث. حتى الآن لم تنجح هذه المقاربة بالشكل المطلوب. فالأمور ليست موضوعة كما يجب. شكرا على تجربة أو مشاركة هذه التجربة من الأكوادور. أنا شخصيا عايش في اليابان وبالتالي أتفهم حدوث الكوارث الطبيعية. ذكرتي بأنه لا يمكن أن نمنع من حدوث الكوارث، ولكن يمكننا أن نقلل من المخاطر من خلال الإجراءات والتدابير الاستباقية. لماذا نركز على هذه التدابير الاستباقية؟ في الكثير من الأحيان نحن دائما ما نرحب مثلا بالكارثة، يمكن أن نتحرك مسبقا. إذن في هذه الجلسة نحاول مناقشة هذا الموضوع. بدأ الناس بالعودة إلى الجلسة الأساسية، يجب أن نختم. شكرا. شكرا. آمل أن تكونوا قد أجريتوا نقاشات مفيدة. هناك زملاء من وكالات جديدة من مختلف أنحاء العالم. لدينا بضع دقائق. هل هناك أي أحد يريد أن يسلط الضوء على شيء؟ ولكن أرى في نفس الوقت أن هناك نقاط موضوعة على اللوحة الأساسية، وهذا مفيد جدا بالنسبة لنا. كنا نتحدث عن التمويل، أنا والمجموعة التي كنت معها. هناك فرصة حقيقية حاليا مع المؤسسات الجهات المانحة والحكومات وغيرهم. بدأوا يدركوا بأن لا يمكننا أن ننتظر حتى تحدث الكارثة، خاصة الكوارث المناخية، كي نبدأ بالتمويل. يجب أن نبدأ التمويل عندما نتوقع حدوث الكارثة، ونرى حكومات وأطراف أخرى وهي تقدم مساهمات وأيضا تعلن التزامات حقيقية. يقولون أنهم يريدون تخصيص المزيد من التمويل انطلاقا من بدء توقع الحدوث الكارثة. وهناك أفكار قدمت حول العمل فيما بين القطاعات والعمل مع الحكومات ووكالات أخرى والاستماع أكثر للأطفال، بينما نطور الخطط، خطة الرد، خاصة للأطفال الذين هم عادة مهمشون. وموضوع العلاقة مع التعليم كان لافت. كي نقوم بالعمل بشكل فاعل، يجب بكل تأكيد أن نعمل عن كثب مع الجهات التي توفر الخدمات التعليمية للأطفال. أسأل هل هناك أي شخص آخر؟ ما استوقفه شيء؟ أرى بأن التمويل المسبق هو عامل مهم. شكرا إلينا على ذلك. هل يريد أحد أن يطرح أي موضوع قبل أن ننتقل إلى القسم التالي؟ هل نرى إذا كانت هناك أي إجابات على السؤال الثاني حول التحديات؟ نعم. المال وأحيانا ضيق الوقت. ما الذي يمكن أن نقوم به عندما يكون الوقت ضيق؟ وهنا تأتي أهمية الحد من المخاطر وخطوات فاعلة خلال فترة توقع الكارثة. يجب أن يكون لدينا إجابات وحلول جيدة. ممتاز، سنحتفظ بهذه المعلومات، هي مفيدة جدا، ونحن نريد بالفعل أن نتأمل ونستفيد من ذلك بينما نمضي قدما. ربما هذه فرصة جيدة لكي نقدم زميلتنا دانا من النيبال، وهي تعمل مع
الصليب الأحمر في نيبال هي ناشطة في مجال المساواة بين المساواة الجندرية. لديها تجربة غنية في قضايا تتعلق بالجندرية بما في ذلك حماية الأطفال، وكونها تأتي من مجتمع مهمش في الكثير من الأحيان هي مناصرة قوية وساهمت في قيادة الكثير من المشاريع في نيبال. ديانا تفضلي، أعطيك الكلمة كي تشرحي بعض الأعمال التي قمتم بها. مرحبا وشكرا على إتاحة هذه الفرصة. اسمي دانا كواري، أنا مسؤولة في نيبال. الآن سأتشارك تجربتنا. أول صورة لو سمحتم، الصورة التالية. Next slide, please. First of all, I would like to share a brief. أولاً أريد أن أتشارك معكم لمحة سريعة عن نيبال. نيبال تعاني من الكثير من الكوارث المحتملة، ونسب كبيرة هم معرضون للكارثة. And can be exposed for the risks of protection like abuse, exploitation. وهناك أيضا موضوع الإساءة والعنف وإلى آخره. الأسر، الأطفال والجهات الموفر للخدمات لا يمكن أن تلعب دور، لا تستطيع أن تلعب الدور المطلوب. الإجراءات الاستباقية مقاربة جديدة. إذن هناك برامج موضوعة في 5 بلديات في نيبال، وهذه البلديات موجودة في القرب من نهرين 2. وهذه المؤسسات يمكن أن تساعد الأسر، والإجراءات الاستباقية تساهم. وشكرا. الصورة التالية. الآن نأسف لأن الصوت المتحدث غير واضح. إذن لدينا الأسر، وبناء على المؤشرات قمنا بتحديد أكثر من 30,000 أسرة في حالة خطر، ويتم تصنيف هذه الأسر على أنها معرضة. من بين هذه الأسر 62%، أي أكثر من 20,000 أسرة فيها أطفال، وهي تعتبر الأولوية الأساس. And the data management is itself. في إدارة المعلومات. Targeting soft responsive social protection program and other intervention related to the early. نعمل نحن على التدخل المبكر. Next one is community engagement collaboration. إشراك المجتمع والتعاون هو جزء من الإجراءات الاستباقية، وهذا هذه مقاربة نطبقها في كل مرحلة من خلال المشاورات، ومن خلال التأكيد على أن المشروع هو مشروع للأطفال. And early warning messaging. And we have doing several lobby with 3 layers of government. نتعامل مع الحكومات، هناك مشاركة للأطفال وأيضا لفئات أخرى معرضة. كما أننا emergency response and early action.
نعمل في إطار الردود الفعل في حالات الطوارئ ونحن دعمنا وضع خطة that if they develop JC action plan وفي حال وضع هذه الخطة in their program policy and intervention وفي حال إدخال السياسات والتدخل المبكر يمكن سد الفجوة. Next slide, please. الصورة التالية. Next slide. Sorry, not one. Oh, sorry. Under this, we have also supported. لدينا كذلك أو دعمنا كذلك. إطار التحرك المبكر بشكل وهنا لدينا مساعي مشتركة لمختلف الجهات هم وضعوا هذه الآلية أدخلنا الكثير من المكونات الدعم الإغاثة أولا ساعدنا في فتح قناة هذه القناة تنقل الرسائل بين قسم الهيدروجي في البلديات إلى مستوى المجتمع لدينا كثير من الفئات موجودة ومدرجة هذا يسمى بتفاعل إيجابي مجددا نعتذر لأن اللغة غير واضحة ندع الآليات نحن أيضا نؤكد هل هناك إجراءات معينة للأطفال وللأهالي نستهدف أكثر من 20,000 أسرة في إطار تعددي كي نتعرف على المجموعات الأكثر عرضة وأيضا نحاول أن نلبي حاجات الأطفال عندما نقدم الطعام للأطفال دون عامين لا يمكنهم أن يأكلوا الطعام الحمية دعمنا كذلك الإجراءات الأخرى الصورة التالية عدم وجود المعلومات من الصعب أن نصل إلى كل المجموعات أو الفئات في المجتمع والأطفال لا يتم اعتبارهم ضمن العملية يتم إقصائهم من فرص بناء القدرات capacity building opportunity children never participate because of their school لا يتم مشاركة الأطفال بالتالي هذا يؤدي إلى نقص في المعلومات وأيضا بسبب غياب آلية التغذية الرجعية أيضا هذا يصعب من العملية الصورة التالية الطريق نحو الأمام من الضروري ضمان مشاركة المجتمع والمحاسبة خلال الأنشطة التي نمارسها وخلال مقاربة التدخل والثانية المناصرة المستمرة على مستويات مختلفة من الحكومة
security allowance list for emergency response. بالإضافة إلى لائحة الطوارئ وأيضا أن ندعم تحسين القدرات. والصورة التالية. Our useful tools and like first is PGI action plan is our best tool for PGI mini streaming. And طبقنا بعض الإجراءات وقمنا أيضا بوضع اللائحة. This is PGI responsive early action framework and early warning communication channel and PGI. ووضعنا أنظمة للتحذير المبكر. Next slide. الصورة التالية. This is JC checklist. Next slide. This glimpse. هنا اللائحة و. Quickly. يمكنكم أن تتحركوا بسرعة. شكرا جزيلا على الأصغاء. وأنا أنتظر بفارق الصبر ما الذي ستقولونه. شكرا. شكرا جزيلا. كان بالفعل رائع أن نرى العمل الذي تقوم به أنتم والشركاء. الطريقة التي شرحت فيها الإطار بالطبع ركزتم كثيرا ووجدت نقاط التقاء بين قضايا الجندرية وحماية الأطفال. لم تضعوها في مجال واحد بل هي منتشرة ومدروسة. كانت العملية مدروسة بشكل جيد. وأعتقد أنك سلطت الضوء على بعض التحديات التي نواجهها نحن جميعا في موضوع إشراك المجتمع، إشراك الأطفال، جمع المعلومات ومحاولة تحسين العمل. ولكن أعتقد أننا جميعا نقدر هذه الآلية التي قدمتها. نحن سنعمم الباوربوينت لأن الجميع كما أنا يريد أن يمضي الوقت، لأن هذا سيساعدنا نحن في العمل. أنت قمت بذلك مسبقا، بالتالي نقدر ذلك، نقدر هذه المساعي في نيبال. هل هناك أسئلة لدانا حول العمل الذي قام به أو حول العرض؟ تفضلوا في غرفة الدردشة، يمكننا أن نراجعها. وبينما تأتي هذه الأسئلة أريد أن أبدأ أنا بالسؤال. ما الذي يحصل الآن؟ خدتم هذه التجربة، هل هذا سيتحرك نحو الأمام مع إمكانية حدوث كوارث مستقبلية؟ هل هذه عملية مستمرة للصليب الأحمر؟ نحن نعمل أساساً مع الجهات المحلية بالشراكة. عندما ننفذ كل تدخل نحن نعمل مع الأطراف في نيبال. قبل ذلك دعمنا هذه الجهات كي نعزز قدراتها. على سبيل المثال هذا العام لدينا 86 عضو وموظف من الصليب الأحمر النيبالي. نعلمهم وندربهم على كيفية تعميم الإجراءات الاستباقية، ومن خلال ذلك، من خلال هذا التدريب يدركوا الحاجة إلى وضع الخطة، يضعون الخطة، وبناء على هذه الخطة يضعون المؤشرات. ونحن ندعم بناء القدرات لهذه الجهات، وأحيانا تفعلنا وأجرينا المشاورات. رائع.
وهذا التركيز على المساعي المحلية في المجتمع. هل لديك أفكار حول هذا الموضوع؟ هل هناك مقاربات ناجحة؟ هل هناك تحديات واجهتها في العمل على المستوى المحلي؟ نعم، العام الماضي أجرينا نقاش ومشاورات مع مجموعات بما في ذلك الفئات الأكثر عرضة، وقالوا أن لديهم التجارب. على سبيل المثال، المجتمع، ولهذا السبب من الضروري أن نعزز القدرات. عندما تكون القدرات محدودة على مستوى البلدية، تكون هي محدودة أكثر على مستوى المجتمع. لهذا السبب هذا العام تبنينا مقاربة تعتمد على المجتمع، الأمهات، المهمشون. ركزنا على هذه الفئات من خلال هذه المقاربة. وهناك تحدي وهو على مستوى البلديات، ننتخب لجان محلية، وهذه اللجان جديدة، بالتالي نبدأ من الصفر. فهذا أيضا موضوع آخر، التغير الذي يحصل في طاقم الموظفين في البلديات. شكرا دانا. وكأننا أمام كنز من المعلومات المفيدة، تجارب رائعة، وربما هذه الطريقة يمكن أن نسمعها من الآخرين. بيبي، قبل أن أدخل أرى بعض التعليقات هنا، السؤال أبرنا، هل تعملون عن كثب مع لجنة حقوق الأطفال، وكيف تتشاركون مع الأطفال من أجل الاستماع إلى آرائهم؟ نحن ننسق مع نادي الأطفال على المستوى المحلي وأيضا على مستوى التمهيدي قبل المدرسة، كما أننا أدخلنا نادي الأطفال وعمل الأطفال. عندما تأتي الرسائل إلى مستوى البلديات، وشبكات الأطفال تقوم بتعميم الرسالة داخل المجتمع. لهذا السبب نحن نتشارك أو نتبنى مثل هذه المقاربة. شكرا مرة أخرى. الطرق فاعلة، وهذا يبين كيف أن الأجهزة المختلفة يمكنها أن تتعاون. إذا كانت هناك وكالة لديها تواجد في النوادي والمدارس ومؤسسة أخرى لديها تجربة قوية في مجال آخر، كيف يمكن أن نعزز التعاون؟ هذا يفتح أسئلة. نعم تفضلي. نحن أيضا نشرك الأمهات والمساعدة الذاتية، أي الشخص المستهدف، ونحن أيضا نعمل مع الأطفال من خلال هذه المقاربة. شكرا. شجور، هل تريد أن تضيف شيء؟ شكرا. أعرف أن الوقت ضيق، ولكن سريعا، لاحظت بأن هناك أناس قالوا أنهم جدد في هذا الموضوع، وأرى هناك ناس يسألون ما هي الإجراءات المتوقعة، التدابير المستقبلية، وأيضا رأينا أسئلة كم خطوة يمكن أن نقوم بها خلال هذا الوقت الضيق.
إذن كارن ودانا هل يمكنهم أن يضيفوا أي شيء؟ أعتقد أن الموضوع أيضا يعتمد على الكارثة، بحسب الكارثة قل تتغير، ويمكن أن وما هي الأمور التي يمكن أن نحضر لها؟ هل تريدون الإجابة أولاً دهانا وبعد ذلك كارن؟ في سياق النيبال أو النيبالي، نهتم بشهر المونسون أو الهطول الأمراض، فعندما تأتي الرسالة على صعيد البلديات وبناء على التجارب السابقة يقومون بتطوير بعض الأعمال والأطر العملية. ما هي الأمور التي يمكن تقوم بها وما كل يكون هذا على ستة أجزاء وتحدد وتطور على كل صديع بلدية، كل إطار عمل يتم تطويره على صعيد بلدية مخصصة، وفي هذا إطار العمل الخاص بالأعمال المبكرة والعمل والنظام التحذيري المبكر. نقوم بناء عليه بدعم الدعم وتقديم الدعم. شكرا. ما قالته دانا صحيح. ما يجب أن نفكر به هو أن ننفذ الأعمال بالوقت المتاح لدينا. لا تقدم مثلا بعض العصير، قد يكون الفيضانات قد يكون هناك 5 أيام أو 3 أيام، وإذا في حالات الجفاف لدينا أسابيع لنقوم بالتحضير له. ما قلنا به هو التأكيد على فكرة الإطار العمل. نحن نتفق إن تطوير البروتوكول للأعمال المبكرة أو لإطار العمل هي مهم جدا، لكن نفكر بتقييم المخاطر وتصميم الأعمال الاستباقية وغيرها، وهذا يأتي قبل بكثير، وبهذه تكون هذه الأعمال يتم تنفيذها بشكل أوتوماتيكي. إذن ليس لدينا ضغط بالوقت لتطوير وتنفيذ هذه ووضع هذه الأعمال، ولكن لدينا وقت قليل لتنفيذ هذه الأعمال. شكرا كارن. هل هناك أي أسئلة أو أي تعقيبات؟ أنا أفكر مثلاً قد لا يجب أن يكون هناك اقتراح، ولكي نذهب في مهمة تعليمية لكي نتعلم كيف يمكن يقوم بالتجارب. هل ما يمكن القيام به هو بالسؤال الأخير؟ إنه موضوع جديد في القطاع الإنساني الذي أصبح ينمو بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهو
الكثير ما أود أن نفهمه ونتعلم به وكيف يمكن أن نضع سياق حماية الأطفال. ما هي النصائح التي يمكن أن تعطونا إياها؟ هل هناك أي أعمال أساسية مهمة يجب أن نركز عليها أو أعمال يجب أن نقوم بها بشكل حتمي؟ قوموا بوضع الأجوبة على صندوق الدردشة. هل هناك أي أسئلة أساسية أو أعمال أساسية تودون أن تقولوا بها لكي نقوي من عملنا للاستجابة في الكوارث الطبيعية؟ هل هناك أي أفكار تودون أن تطرحوها؟ قبل أن بينما نقوم بذلك في هذا النقاش المثير للاهتمام، كارن قد طرحت الصورة الكبرى وتقييم المخاطر وكيف كانت هذه هي البداية أو نقطة البداية في هذه الدائرة، وبعد ذلك كيف يمكن أن نقوم بتنفيذ الأعمال الاستباقية والمدة الزمنية التي تسمح لنا بالقيام بذلك. هذه مثلا نعرف أن ما هي المناطق التي مثلا سوف يضربها الجفاف وتتأثر بالجفاف بشكل كبير، وبناء عليه نقوم بال الأعمال التي نقوم بها. هل هناك أعمال عملية من وكالات مختلفة وقطاعات مختلفة تستطيع أن تقوم؟ ونستطيع أيضا كيف أن مثلا كيف التمويل المسبق من خلال التوقعات؟ فالتوقعات الطقسية قد تساعد على رفع الزخم، حيث أن الحكومات من مختلف الدول قالوا أننا يجب أن نزيد من التمويل للأعمال الاستباقية بنسبة معينة، وكثير من الوكالات الإنسانية بدأت تقوم بالالتزام بأن أعمال بالتقليل من خطر الكوارث الطبيعية بدلا من أن يصرفوا المال على عند حدوث الكارثة. وأيضا تحدثنا على موضوع حماية الأطفال في هذا السياق. هنا نرى أن هناك الكثير من الفرص بمعزل عن التمويل، فنستطيع أن نعمم هذه الفكرة وأن نعمل مع التعليم وأن نسمع من الأطفال ونعمل مع المنظمات المحلية وغير الحكومية والوكالات. وسمعنا من دانا عن المنهج المتكامل المستخدم في نيبال، الذي هو مبني على آلية الاستجابة المحلية والتي تأخذ بعين الاعتبار حماية الأطفال في الجزئيات صغيرة وفي جزئيات أيضا كبيرة من خلال عملية الاستجابة. وبعد ذلك إذا أردنا المضيق دوما يجب أن نتعلم من التجربة العالمية، وأيضا لكن يجب أيضا بأخذ الاعتبار الأجندة والسياق المحلي. هناك أيضا شيئا في الدردشة، من الصعب أن تنخرط كل العاملين والفاعلين كلهم مع بعضهم البعض. إنها نعم طبعا، إن كيف يمكن أن يستجيب العاملين يختلف من مكان إلى آخر، ولكن نحن نتفق بأننا يجب أن نتعلم وأن نحسن من أنفسنا. لقد استمتعت بهذه الجلسة، وتستطيعون أيضا الإضافة التعليقات على الجامبورد، ودعونا نقوم بعمل أكبر على الأعمال الاستباقية في المستقبل. وشكرا جزيلا لكم.